السلام عليكم ورحمة الله. تنتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير. انتم بدات تشوفوا هذا الفيديو اللي عندنا الكوتي اللي هما لي كريب اللي تيجيو زوينين ورائعين. والكريب اليوم اللي هما مبدلين، عندي سيترو ديال الحليب، 250 غرام ديال الفارينة، 3 ديال البيضات، 50 غرام تقريبا ديال السكر تيبقى على حساب الذوق، شويه ديال الملحه، وهذه واحد المعلقه كبيره ديال الزبده اللي تقريبا واحد 30 غرام ولا 40 على حساب. وندوزو غنديرو، وهذه بنانة، حقة بنانة اللي غنديرها في بلاصة لافاني مثلا. انا درت غير الحليب ودرت بنانة اللي كبيرة، نتوما عندكم البنان صغير، داك البنان الصغير ديرو جوج، انا درت اي وحدة كبيرة. وندير البيض ونطرب كلشي في خطرة، ونزيد السكر تقريبا هذه واحد 40 حتى على حساب. انا السكر تنحاول نقص، نتوما ديرو 50 غرام، ديرو حتى 50 غرام ديال الزبدة. انا ما عبرتهاش، درت واحد المعلقه اللي كبيره ودقبتها. غادي نطرب هذا الشيء وعاد نرجع نزيد فارينه. بعد ما طحنته صافي تنجيب الفارينه ديالي، تنحاول ما نديرش 250 غرام كامله على حساب هاد الفارينه اللي عندي اليوم تتشرب، غندير 200 غرام ونشوف واش نزيد فارينه ولا لا. وغادي ثاني نعاود نطحنه. صافي ها هذا عمر ليا، راه درت فارينه كلها 250 غرام درتها كلها ملي عمر ليا هذا، باش غنطحنو غادي يفاد. نقص شويه هنايا، غادي نطحن ونقص ونعاود نزيد هذا نطحنو ونرجع معاكم. نطحن فارينه، بعد ما طحنت هذا طحنت الاخر اللي كنت نقصت، صافي خرج لي هذا الشيء تبارك الله. تقريبا هذا فيه ايترونس تيهز، هانتوما هاكو عامر، غنكبو هنايا ما غنخليهم لا يرتاحوا لا والو، غندوز نطيب من دركا. صافي تنبدا نطيب، راه تيجيو زوينين بالبنان. صافي تندير شويه ديال الزيت في المقله، واحد المقيطه ديال الزيت ماشي بزاف على قد هك. صافي تنبدا نخبز، نحطها تسخن بعدا، والخطره الجايه نقدر ندير الزيت نقدر ما نديروش على حساب. لا شتو غيلصق ندير الزيت، لا شتو ما يلصقش ما نديرش. صافي تنجيب المقله ديالتي سخنتها، تنجيبها تنكب اي شويه ونحاول ندير وحده وندير جوج ونشوف لا جاتني غليظه نقلل، جاتني رقيقه على حساب. لا شتها غليظه نقلل العجينه، شتها رقيقه نزيد شويه العجينه كره تتبان مزيانه. شوفوا نحطها فوق العافيه تطيب ونرجع معكم. نو غازي تنحاول كندير ليها هكايا، نقلبها هكا تشوفوا تجي زوينه. تناخد المقله تندير نقيطه ديال الزيت هكايا، غير شويه تاع الزيت ماشي بزاف، وتندير بالبانسو هكا مزيان. ونكب الكريب ديالي هكايا ونشوف الا جاتني نطيبها. الا جاتني غليظه نحاول نولي ندير شويه تاع العجينه، ولا جاتني هذا على حساب كندير. صافي نحطها فوق البوطه ونرجع معاكم. وتمين تنبغي نقلبها تنجيب هذه هكايا، صافي ندير هكا نقلبها، قلبتها مازال ما طيباش وردها طيب. ونجي نقلب هذه الجاوجه، شوفوا تنفخت. صافي من الكبله تجي شويه ماشي هذه، صافي نطيبو وحده جوج صافي نطيحو على الطياب ديالو وردها طيب. صافي هاد الكريب ديالي هاني، شوفوا كيفاش طابت، طابت مزيان تتبان زوينه وكلشي. ونبداو نطيبو حتى نطيحو على الطياب ديالو، بغيناه غليظ نديروه غليظ، بغيناه رقيق نديروه غليظ، نديروه رقيق. وها هذا ها الاخرين انا تنطيب، دايره مقله اخرى صغيره تاهنا طيبت لي هادو، شوفوا شحال هما زوينين. وندير هاد المقيله الصغيره حتى تطيب مزيان، تطيب خير من ديك الكبيره. ما درت لها لا زيت لا والو، غير في الاول درت لها مره وحده الزيت ونحطها فوق البوطه صافي تجت هي. تنقلبها هنايا، غادي نقلبها هنا ونردها طيب. صافي ها هي طابت كيف تتشوفوا، شوفوا الطياب هذه تيجي زوين تهكايا، وراهم تيجيو رائعين بالبنان. وهاد الكريب ديالنا كملتهم، راه تيجيو زوينين ورائعين مع الشوكولاتة والبنان تيتواتاو. وتي اللي تياكلهم بالكونفيتير، كاين اللي تياكلهم بنيتيلا، كاين اللي تياكلهم ايه كوك ناتشي، راه تيجيو زوينين. تنتمنى من الله نكون تنفيدكم،
وإلى الفيديو المقبل إن شاء الله.